نجي بعين للتشكيل بتاع المريخ انه سمان الصاوي ورمضان عجب وطيفور قال كانوا من النجوم الابرز في المباراه السابقه. حتى رمضان عجب؟ حتى رمضان عجب من ناحيه المسانده الدفاعيه. المباراه السابقه انت تتكلم عن المباراه السابقه بتاعت الهلال. لا. في المباراه دي كان الناس معوله تعويل كامل على سمان الصاوي ورمضان عجب والمحترف برضه. لكن بحس انه الضغط او الشحن الزايد بالنسبه لرمضان عجب والسمان الصاوي اثر عليهم على الارضيه الملعب. ثاني حاجه انه كان في تباعد بين قلنا خطوط المريخ بين خط الهجوم وخط الدفاع. ثالث حاجه ما في مسانده من محمد الرشيد والصيني كان بالنسبه للهجوم. فده ظهر انه سمان الصاوي انه ينزل يستلم يشوفه برا خط 18 ما في مسانده. فخلى انه النجوم البارز في المريخ هو حمزه داوود وكرشوم نسبه اعلى نسبه تقييما في المريخ من حيث التشكيله من المدافعين. نعم. فبتحس انه ما كان في حلقه وصل بين لعبة الوسط والمهاجمين. اعد على ذلك انه المدرب اتاخر في التقيير بالنسبه لرمضان عجب والسمان الصاوي. فشوفنا انه السمان الصاوي في اخر زمن المباراه ورمضان عجب بضياء الدين محجوب. وضياء الدين محجوب انا ما شايف انه عمل الاضافه الحقيقيه برضه في المريخ بما يشفع له انه يكون بديل او ياخذ مكان اساسيه في تشكيله المريخ. عموما لو جينا نظرنا للهلال برضه فبلاحظ انه الوجوه الجديده موفق صديق وحسن متوكل وصلاح عادل زي ما الكوتش ايليا صراحه يعني مظهر مشرف مع اول ظهور مع اول قناه. فانا بشوف انه موفق صديق وصلاح عادل وحسن متوكل هم النجوم الابرز كانوا في المباراه من جانب الهلال وحمزه داوود وكرشوم هم النجوم الابرز من جانب المريخ.